الوطن الحبيب. صباح الخير لكم، صباح الخير لسيدنا، صباح الخير للوطن، صباح الخير لأجهزتنا الأمنية من هنا من معان. نعم رعد، خبرنا شو عندك اليوم، شو محضر لنا؟ يعني إبراهيم اليوم أجواء يعني ولا أحلى ولا أجمل مع نتائج امتحان الثانوية العامة. حقيقة يعني شفنا الفرحة على الطلاب، على الأمهات، على أولياء الأمور، كانت فرحة كبيرة يعني حقيقة. ما يهمنا في هذا الجانب أن تكون هذه الأفراح سليمة جدا، أن نفرح دون أن يكون هناك لا سمح الله أي شيء يعني يخلف هذا الفرح. يعني لا تقتلني بفرحك. حقيقة هذه مبادرة أطلقتها مجموعة من شباب معان اليوم من خلال نتائج التوجيهي. إحنا نداءنا للأهالي، نداءنا للمواطنين، نبتعد عن إطلاق العيارات النارية، لأنه هذه ما بتولد إلا لا سمح الله القتل. يعني إحنا جميع أوجه الفرح نجيبه. يعني أنا عجبني اليوم أنا مارق جاي هون إنه يعني النساء أو الأمهات بزغرتهم، فهذه طريقة يعني حلوة لأن نعبر عن فرحنا بفرحة بزغروتي، بعيدا عن الألعاب النارية، بعيدا عن إطلاق العيارات النارية التي لا تؤدي إلى الهلاك. يعني حقيقة اليوم أنا سعيد جدا أن أبارك لأبنائنا الطلبة ونقولهم يعني ألف مبروك، واللي ما حالفوا الحظ نقول له هارد لك إن شاء الله المرات القادمة. ليست نهاية المطاف أنه لا سمح الله ما تفوقت أو ما نجحت في الامتحان الثانوي، القادم أجمل إن شاء الله. من جد وجد ومن صار على الدرب وصل. أنا الآن في منطقة معان التنموية، هذه المنطقة التي أرادها جلالة الملك أن تكون واحة للاستثمار، أن تكون رؤية ملكية جلب الاستثمار والمستثمرين في مناطق الجنوب وبالذات في معان. للحديث أكثر معي عطوفة المهندس هاني خطاطة وهو المدير التنفيذي لمنطقة معان التنموية. صباح الورد لك. صباح الخير، صباح الخير لكم جميعا، صباح الخير لوطننا الحبيب الأردن، صباح الخير لسيدنا أبو حسين المفدى. واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أتقدم بأجمل آيات التهاني والتبريك لأبنائنا الطلبة الذي حالفهم الحظ والنجاح في شهادة الدراسة الثانوية العامة، وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ، وإن شاء الله مش آخر الدنيا وإن شاء الله بيعوضوها قريبا جدا. عطوفتك تتحدث الآن، قبل أيام كان دوج الرئيس موجود في معان، أيضا لجنة وزارية برئاسة أيضا كان معالي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية الباشا توفيق ريشان ومجموعة الوزراء زاروا المنطقة التنموية وأيضا التقوا مع المستثمرين. نتحدث بداية عن نتائج هذه الزيارة، يعني تبشرنا هل هناك بشارات خير إن شاء الله للاستثمار والمستثمرين في محافظة معان؟ يا سيدي، تشرفنا بزيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى منطقة معان التنموية، ويرافقه اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة واقع العمل وتحسينه في المناطق التنموية والمدن الصناعية. وتخللت هذه الزيارة اجتماع موسع مع مستثمري منطقة معان التنموية ومع المطور الرئيسي للمنطقة، وحيث قدم عطوفة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان إيجاز وضح فيه أهم الإنجازات التي حققتها شركة تطوير معان وأهم التحديات التي واجهت المنطقة، كما دار حديث موسع ما بين أعضاء اللجنة الوزارية ومستثمري منطقة معان التنموية، تناولوا فيها التحديات والمعيقات وسبل تطويرها وتحسينها للوصول إلى استثمار مستدام في المناطق التنموية. وقد أكد معالي رئيس اللجنة الوزير توفيق كريشان بدراسة جميع النقاط التي تم بحثها وتنفيذ الممكن منها بأسرع وقت ممكن، وذلك تنفيذا لرؤى جلالة سيدنا بإحداث تنمية شاملة تعمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي. يا سيدي إن شاء الله أنه نكون نتائج قريبة إن شاء الله لهذه اللجنة الوزارية. نتحدث الآن تحديات كورونا واجهت العالم وبس الأردن، كيف تعاملت منطقة معان التنموية مع جائحة كورونا في ظل هذه الأزمة التي يعني اجتاحتها العالم كله؟ يا سيدي، جائحة كورونا أثرت على جميع الأنشطة الاقتصادية في الأردن، وشركة تطوير معان ومنطقة معان التنموية هي جزء من الأنشطة
الاقتصادية التي تعمل في المملكة الأردنية هاشمة. صدقا تأثرنا تأثير مباشر في جائحة كورونا، لكن استطعنا أن نطور الخطة الاستراتيجية للشركة ونركز على القطاعات المفتوحة وخاصة قطاع المحور الروضة الصناعية، حيث استطعنا استقطاب 7 مصانع أو 7 استثمارات صناعية، وتحديدا الصناعات المرتبطة بصناعة الغذاء وملامسة الغذاء من مصانع أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وأكواب بلاستيكية، وبحجم استثمار بلغ حوالي 3.5 مليون دينار، وسوف توفر فرص عمل بما لا يقل عن 170 فرصة عمل إن شاء الله في حالة التشغيل الكامل. نتحدث عن وأنتم مشرفون على هذه كل المشاريع، الآن طاقة الشمسية، محافظة معان أو مدينة معان أكبر سطوع للشمس في العالم، شركات كيف نلمس احتياجات المواطن والمجتمع المحلي من هذه الشركات؟ 11 شركة متواجدة في منطقة الروضة الصناعية. يا سيدي نحن فخورين جدا في محور الروضة الصناعية، في محور المجمعات الشمسية، وهو محور رئيسي من محاور منطقة معان التنموية، والذي استطعنا استثمار 5000 دونم باستقطاب 9 شركات، وبحجم استثمار زاد عن 400 مليون دولار، ووفر فرص عمل أثناء التشغيل والتركيب بحدود 1500 فرصة عمل، ووفر حاليا فرص عمل بحوالي 175 فرصة عمل دائمة. وهنالك بعد اقتصادي وبعد بيئي أيضا لهذا المجمع، البعد الاقتصادي بإنتاج طاقة كهربائية رخيصة الثمن مقارنة مع الطاقة الكهربائية المنتجة من خلال الديزل والغاز والوقود الثقيل، علاوة على البعد البيئي، وذلك بإنتاج طاقة كهربائية نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، تساهم في الحماية على البيئة والحد من الاحتباس الحراري، وأيضا تعزز من دور المملكة الأردنية الهاشمية في مصاف الدول المحافظة على البيئة. ونظرا للنجاح الكبير الذي حققته شركة تطوير معان في استثمار مجمع الشمس الأول، قامت الحكومة الموقرة بتخصيص مساحات إضافية وهي 8000 دونم، تم إنجاز البنية التحتية من قبل شركة تطوير معان، وكان المفروض أنه يبدأ في هذا العمل في مطلع 2020، ويوفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي ويزيد الحراك الاقتصادي والاجتماعي. لذا نتمنى من الحكومة إعادة النظر بتأجيل عمل هذا المشروع للعام 2024، حيث أخذت الحكومة قرار تأجيله لـ 2024. هذا صدقا أثر على شركة تطوير معان وأثر على ميزانية شركة تطوير معان، ونتمنى من الحكومة أن تعيد النظر في هذا المشروع بما له من أهمية كبيرة لأبناء المنطقة. إذا كل الشكر للرئيس أو المدير التنفيذي لمنطقة معان التنموية المهندس هاني خطاطبي، يعني إن شاء الله أنه هالمناطق التنموية وبالذات شركات الطاقة أن يلمس المجتمع المحلي حقيقة أثر هذه المشاريع الكبيرة. 9 شركات للطاقة الشمسية متواجدة في محافظة معان، نرجو يعني الجمعيات الأندية الرياضية أن يكون لها دور في دعم هذه الجمعيات والأندية الرياضية، والمجتمع المحلي لازم يلمس أثر هذه المشاريع الكبيرة. إذا كل الشكر هبة وكل الشكر إبراهيم، راجعين لكم إن شاء الله بعد قليل، سنكون مع أفراح التوجيهي من إحدى مدارس محافظة معان لتسليط الضوء عن أفراح أبنائنا الطلبة بالتوجيهي بالثانوية العامة. راجعين لك صباح الورد والياسمين والقرنفل من هنا من معان.